أهلا بكل حضراتكم من جديد، وتغطية جديدة. وبدءا من غدا الأحد هيتم حجز الوحدات السكنية، سكن لكل المصريين اثنين لمنخفضي ومتوسطي الدخل. خليني أقول لحضراتكم أنه بدأ الحجز اعتبارا من الأحد الماضي للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارا من غدا الأحد 15 أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر سيكون الحجز متاح لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا الحجز بيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق. ومن ضمن المشروعات المتاحة للحجز هي شقق الإسكان المتوسط والإسكان الأكثر تميزا، واللي طبعا بيسأل عن تفاصيلها كتير من حضراتكم. احنا في هذه التغطية هنحاول نستعرض مع حضراتكم كل التفاصيل الخاصة بالشروط والأسعار وفقا لجداول كراسة الشروط. في البداية، ايه هي الأماكن اللي هتكون مطروح فيها هذه الوحدات؟ خليني أقول لكم إن شقق الإسكان المتوسط بتتضمن وحدات كاملة التشطيب، وهي 3 غرف وصالة يتم تسليمها خلال حوالي 36 شهر، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية، وهي بدر وحدائق العاصمة و15 مايو وحدائق أكتوبر، وأيضا 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة والعالمين الجديدة والمنيا الجديدة ومدينة ناصر ورشيد الجديدة، وأيضا مدينة بني سويف الجديدة ومدينة الغردقة وأيضا بور فؤاد. تتواجد كراسات الشروط في مكاتب البريد فقط الموجودة في تلك المحافظات المطروح بها الشقق. طيب خلونا بقى ننتقل لجزئية تانية، وهي جزئية هامة، هي خاصة بالمساحات والأسعار. خليني أقول لكم أنه بيوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة. الوحدة 100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي ب 471 ألف جنيه، أما الوحدة 110 أمتار بسعر 503 آلاف للوحدات بالدور الأرضي والأخير، أما الدور الوحدات المتكررة بتكون ب 519 ألف. طيب خلونا ننتقل للمساحة 120 متر بحوالي 546 ألف جنيه للدور الأخير و 563 ألف للأدوار المتكررة. تم تخصيص دفعة جدية الحجز بيتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه، وبيتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 شهور بدءا من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات، وكمان بيتم حجز أو سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة. طيب نظام السداد هيكون إزاي؟ نظام السداد هيكون عن طريق تخصيص نظامين للسداد في مشروع الإسكان المتوسط. الأول هو أقساط ثابتة لمدة 30 سنة. النظام الثاني هو القسط المتزايد بفايدة 7% سنويا. وفقا للنظام الأول بيكون الحد الأدنى للدخل هو 3500 للوحدة 100 متر، واللي وصل سعرها زي ما قلنا 471 ألف جنيه، وبيكون القسط الشهري الثابت هو 1390 جنيه. طيب الشقة بقى 120 متر بيكون ثمنها حوالي 563 ألف جنيه، والحد الأدنى للدخل هو 4200 جنيه، وبيكون أيضا القسط الشهري هو 1662 جنيه شهريا طوال فترة التمويل، واللي بتصل زي ما قلنا ل 30 سنة. طيب النظام الثاني هو الخاص بالسداد، فهو وفقا لمبادرة التمويل العقاري أيضا بفائدة اللي هي 3%، لكن القسط الشهري بيتم زيادته 7% سنويا، وبيصل قسط الوحدة 100 متر ل 511 جنيه، أما الوحدة 110 متر ل 546 جنيه، وأيضا بتصل ل 563 جنيه. طيب الوحدة بقى 120 متر بتصل ما بين 611 جنيه و 593 جنيه. خليني أقول لكم إن هذه الأقساط يعني بتشهد زيادة سنوية حوالي 7% طوال فترة التمويل، واللي بتصل زي ما قلنا ل 30 سنة. بالتأكيد كتير من متابعينا بيسألوا عن المحافظات المطروح فيها هذه الوحدات.
اول مدن المحافظات دي هي اول حاجه هنبدا بيها هي مدينه بدر. مقدم الحجز في مدينه بدر هو 55,000 جنيه، ومساحه الوحدات 120 متر، وسجلت سعر الوحده دور الارضي 700,000 جنيه، اما الدور الاخير 750,000 جنيه، والادوار المتكرره زي ما قلنا 800,000 جنيه. بيتم سداد دفعات ربع سنويه بقيمه 19,200 جنيه. ويعد ايضا يعني بعد سداد مقدم الحجز والدفعات الربع سنويه بيكون المبلغ المتبقي من ثمن الوحده وفي الدور الارضي يعني 120 متر هو 490,000 جنيه بقسط ثابت لمده 30 سنه بحوالي 2066 جنيه، والادوار المتكرره والاخيره من حوالي 2213 جنيه ل 2361 جنيه. طيب بعد مدينة بدر في عندنا مدينة الغردقة. في مدينة الغردقة تعددت المساحات والأسعار، فوصل سعر الوحدة 103 متر في الدور الأرضي ل 480,000 جنيه، طيب وال 110 متر ل 530,000 في الدور الأخير، و 580,000 في الدور المتكرر، وال 119 متر سجلت حوالي 625,000 في الدور المتكرر، و 570,000 في الدور الأخير. وصل مقدم الحجز ل 55,000 جنيه، وتراوحت الدفعات ربع سنويه من 10 ل 14,000 جنيه، وتراوح القسط الشهري من 1417 جنيه ل 1682 جنيه حسب مساحه الوحده. بعد مدينه الغردقه احنا معانا كمان مدينه بور فؤاد. في مدينه بور فؤاد وصل لمقدم الحجز ل 55,000 جنيه، وسجلت الوحده ال 110 متر حوالي 900,000 جنيه، والوحده ال 116 متر 950,000 جنيه، وتراوح يعني مقدم الحجز من 22 ل 23,000 جنيه، وتراوح القسط الشهري الثابت لمده 30 سنه ما بين 2509 جنيهات ل 2804 جنيهات شهريا. كده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه تغطيتنا والخاصه بشان حجز وحدات الاسكان المتوسط سكن لكل المصريين 2. شكرا لحضراتكم على المتابعه، وانتظرونا في مزيد من التغطيات على مدار اليوم من تلفزيون يوم السابع. الى اللقاء.